ازيك يا خالته؟ الحمد لله كويس. خالته كنت عايز اسالك، ممكن اعدي عليكي اخد فلوس الجمعيه؟ فلوسك ليه؟ اه نازل مصر ولازم احطهم في البنك. عدي عليا بعد الدوام. حبيبه قلبي يا خالته ما تحرمش منك. ايوه يا عمرو، والنبي يا ابني لو نازل ناحيه حوالي هات لي معاك فلوسي. اه نازل مصر قريب. حبيبي يا جدو. وانت اكتر والله. جدو ايوه يا حسن، عايز اعدي عليك بكره اخد الفلوس بتاعتي. هتبعتر فلوسك هنا وهنا يا حسن ولا في ايه يا جدو؟ هتعمل ايه في الفلوس؟ ايه النكد ده؟ طب ما تحط فلوسك في ام بي كي مصر من خلال فرع راس سلميه، مبارك الكبير او الفيحاء، وكمان بتاخد عليهم لحد 15.5% فوائد ويبقوا جنبك برضه في اي وقت، وكمان تاخد عليهم البطاقه الائتمانيه بالجنيه المصري وتستمتع بمايلز سفر لمصر.